السلام عليكم. السؤال الأول فرق يقول for the following time diagram of the synchronous sequential circuit draw the state diagram أولا كذلك design using JK flip flop. أنا لازم أقرأ هذا التايم دايجرام أوكي وأستخلص منه المعلومات اللي تفيدني حتى أعرف أنا أي نوع من أنواع إيش السيستم راح أصمم أنا. فلاحظ إنه بداية عندي إشارة إنبوت واحدة فراح إيش يكون عندي الإنبوت مثلا أسميه إكس أوكي إنبوت واحدة عندي هذا النوع أكيد إكسترنال إنبوت. الأوتبوت عندي أوتبوت واحد وخليه نسميه زد أوكي. إشارة إنبوت واحدة إكسترنال وأوتبوت واحد. طيب عدد الستيت اللي عندي راح ألاحظ إنه عندي 4 ستيت أوكي. وأنا حتى أمثل سيستم أو أصمم سيستم بـ 4 ستيت لازم يكون عندي 2 من الفليب فلوب على أي أساس؟ على أساس إنه 2 للأس 2 أوكي راح يساوي لي 4، 2 للأس عدد الفليب فلوب اللي عندي راح يساوي لي عدد الستيتس اللي راح تطلع لي من هذا السيستم أوكي. بما إنه أنا السيستم على الأقل بينه 4 ستيت فلازم أكون أنا مصممة باستخدام 2 فليب فلوب. كذلك ناقصني شغلة الأخ إنه أعرف نوع هذا السيستم إن كان من نوع الميني سيستم أو الإيش المور تايب سيستم. أنا أعرف إنه المور تايب سيستم إنه يكون إشارة الأوتبوت بينه اللي هي زد مثلا تعتمد إيش على الأوتبوت الجاي من الفليب فلوب، لكن الميني تايب سيستم يكون يعتمد على الأوتبوت اللي جايني من الفليب فلوب وكذلك يعتمد على الإكسترنال إنبوت اللي هو مثلا هوني عندنا الإكس أوكي. فلازم أشوف نتائج إيش الإشارة الأوتبوت هل لها علاقة مع الإنبوت ولا لا. إن كانت ما لها علاقة فأكيد هذا more type system، وإن كان لها علاقة فهذا أكيد mini type system. خلي مثلا نجي على state C أوكي. ألاحظ القيم كلها اللي عند state C إذا ثابت على قيمة واحدة معناته هذا من نوع إيش؟ معناته من نوع more type system باعتبار إنه C داخله قيمة واحدة أوكي وما متأثرة مع الانبوت. لكن ألاحظ إنه هون C هي قيمته هوني واحد، قيمته هوني واحد لما الانبوت كان يساوي واحد، وقيمته صارت صفر أوكي وهوني كذلك صارت صفر لما الانبوت صار صفر. معناته هذا السيستم يتأثر بالانبوت، معناته هو من نوع الميلي تايب سيستم اللي له علاقة إنه الانبوت يأثر لي على إشارة الأوتبوت أوكي. فإذا طلعنا النتيجة إنه هي عندي input واحد، عندي output واحد، وعندي 4 state فـ 2 flip flop، وهذا system من نوع الملي type system. فعندي الأربع state، أول شيء قال لي إنه مطلوب إنه أرسم الـ state diagram، فراح أرسم الـ state diagram. عندي 4 state A B C و D أوكي بأي تسلسل كانوا ما مهم. لازم أقرأ هذا time diagram ومنه أستخلص هذا الشكل اللي راح يطلع عليه الـ state diagram. أنا أفرض أنه بداية أنا أكون بالـ state A، دائما نفرض أنه نكون بالـ state الأولى. جاني الـ input صفر أوكي، جاني الـ input صفر ماشي، راح أشي ينتقل إلى state A والـ output يكون صفر. فانتقل إلى state A والـ output كان صفر. أنا هسه بـ state A وجاني واحد أوكي، جاني الواحد، راح انتقل الى سي والاوتبوت واحد. انا بستيت اي جاني واحد اوكي، راح انتقل الى سي والاوتبوت واحد. انا هسه بستيت سي ما تمام، وقفنا اخر شيء، جاني الواحد من الانبوت انتقل الى اي والاوتبوت صفر، جاني واحد كانبوت انتقل الى اي والاوتبوت هو صفر. دائما اللي على يسار هو الانبوت وعلى يسار هو الاوتبوت. طب انا ليش عاد امثل الاوتبوت بهذه الطريقه؟ باعتبار انا عندي ملي تايب سيستم. هسه انا وصلت انه كنت بستيت اي اوكي، اخر شيء توقفنا بستيت اي، جاني الانبوت واحد راح انتقل الى سي والاوتبوت واحد، جاني انبوت واحد انتقل الى سي والاوتبوت واحد. هسه احنا بسي، جاني الانبوت صفر راح انتقل الى دي والاوتبوت هو صفر، جاني ايش دي الصفر، جاني دي عفوا جاني صفر فانتقل الى دي والاوتبوت هو صفر اوكي، جاني صفر انتقل الى دي والاوتبوت هو صفر. حيان اللي بعده انا بدي هسه اوكي، جاني ايش؟ جاني كذلك صفر راح انتقل الى سي والاوتبوت صفر. انا بدي جاني صفر انتقل الى صفر والاوتبوت، انتقل الى سي والاوتبوت صفر اوكي. انا هسه بسي اوكي، جاني صفر راح انتقل الى دي والاوتبوت صفر. انا بسي جاني صفر انتقل الى دي والاوتبوت صفر. اللي بعدها انا بدي قلنا اخر شيء، جاني الواحد انتقل الى بي والاوتبوت كذلك صفر. انا بدي جاني واحد انتقل الى بي والاوتبوت صفر. انا بي اوكي، جاني واحد انتقل الى بي والاوتبوت واحد. انا بي جاني واحد انتقل الى بي والاوتبوت واحد. انا هسه بي
جاني صفر انتقل الى دي والاوتبوت صفر. انا بي جاني صفر انتقل الى دي والاوتبوت صفر. اوكي بعدين اشنو؟ انا بدي جاني صفر انتقل الى سي والاوتبوت صفر. انا بدي جاني صفر انتقل الى سي والاوتبوت صفر. بعدين انا بسي جاني واحد انتقل الى الاي والاوتبوت صفر. انا بسي جاني واحد انتقلت الى الاي والاوتبوت صفر. وانا باي جاني صفر انتقلت الى الاي والاوتبوت صفر. وهكذا خلصنا الايش رسم الستيت دايجرام كامله. بالخطوة اللي بعدها راح اجي انقل هذا الستيت دايجرام الى هذا الكارنو فاب حتى ابلش شغل على السيستم واصمم بينه. فانا عندي تو فليب فلوب، اذا الانترنال انبوت هي Q1 والQ2، والايش الاكسترنال انبوت هو الاكس، والاوتبوت باعتبار هو ميلي تايب سيستم فالاوتبوت اكيد هاي معادلة الايش الاوتبوت الزيت راح تكون معتمدة لي على الاكسترنال انبوت كذلك على الاكس. اوكي فعندي الفور ستيت A B C D. اوكي عندي انا بستيت A، اوكي لما يجيني صفر انتقل الى منه الى A فانتقل الى A، وكذلك الاوتبوت راح يكون صفر فالاوتبوت راح يكون صفر. انا بستيت A راح يجيني الواحد، اوكي راح انتقل الى C فاكتب C، اوكي والاوتبوت يكون واحد فاسجل الاوتبوت واحد. انا بستيت B اوكي جاني صفر هذا انتقلت الى D والاوتبوت صفر، انتقلت الى D والاوتبوت صفر. انا B جاني واحد انتقل الى B، هاي جاني واحد الاكسترنال انبوت جاني بي، او عفوا جاني واحد انتقل الى بي والاوتبوت يكون واحد. اوكي انا بستيت سي لما يجيني صفر، اوكي اللي هي هاي انتقل الى دي والاوتبوت واحد. انا بستيت سي لما يجيني صفر انتقل الى دي والاوتبوت كذلك صفر. انا بستيت سي لما يجيني واحد انتقل الى اي والاوتبوت صفر، انتقل الى اي والاوتبوت صفر. لما اكون بدي اوكي اذا جاني صفر راح انتقل الى الايش راح انتقل الى سي، واذا جاني الواحد راح انتقل الى البي. فاذا جاني صفر انتقل الى سي، واذا جاني الواحد انتقل الى البي، والحالتين يكونون الاوتبوت يساوي صفر. بعد ما كتبت هذا الجدول بس مجرد احوله افك الستيت. اوكي فاكيد الستيت الاولى راح تكافئ لي صفر صفر، اوكي صفر واحد 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 صفر، اكيد كل واحد كل حرف بما يكافئه راح افكه داخل هاي الكارنف ماب، وهكذا تمثل لي قيمة الQ1 والQ2 كانسل اكيد. اما الزيت راح استخرج المعادله مالتها، فهي تمثل لي هذا الثنائي من الونس، اوكي اللي قابلوا لي منه الQ1 بار اكيد باعتبار انه اثنين صفر، والايش الاكس باعتبار قيمته واحد. والاحظ انه بالفعل انا عندي مور عفوا ميلي تايب سيستم يتاثر باشاره الايش الانبوت الاكسترنال انبوت، فاكيد راح تظهر لي قيمه الاكسترنال انبوت بحساب معادله الزيت اوكي اللي هي الاوتبوت. بالخطوة اللي بعدها أنا راح أصمم قلي استخدمي أو صممي الجي كي فليب فلوب. فأنا محتاجة هسه أعدل على هاي معادلة ال Q1 وال Q2 حتى أجد الإيش الجي 1 وال K1. أوكي بعتبر أنا أصمم جي أوكي فليب فلوب. أوكي فإيش عندي؟ أستعين بالإكسايتيشن تيبل فور جي كي فليب فلوب اللي هو هذا أكون حافظته. أوكي وراح أبدأ أشتغل عليه. أول شيء أنا عندي القيمة الأولى اللي هي راح تكون راح أشتغل على ال Q1 Q1 small Q small. اوكي فعندي راح اشتغل مرتين للفليب فلوب الاول والفليب فلوب الثاني. اوكي فاول شيء اقارن منه Q small مع Q capital للايش ال1، يعني هذه مع هاي اوكي، ونفس الحاله هاي مع هاي ماشي. Q1 small مع Q1 اوكي. فعندي 0 0 انا الحاله ايش راح يكون عندي؟ 0 don't care. فأكتب هوني 0 don't care. أوكي طبعا هاي بس للإيش J1 K1. أوكي نفس الحالة قارن 0 مع 1 فهوني 0 مع 1 يطلع لي 1 don't care، فهاي 1 don't care. أوكي 1 مع 1 إيش يطلع لي؟ don't care 0 فهاي don't care 0. والحالة الأخرى اللي هي 1 1 هوني مكررة هم يطلع don't care 0. مثلا هوني عندي 0 مع 1 اللي هي ما شفنا هاي الحالة اللي هي راح تكون 1 don't care، وهكذا لبقية الإيش table أكمله. بالحالة الثانية هم أقارن للفليب فلوب الثاني اللي راح أقارن هذه القيمة مع هاي القيمة أوكي، وهاي القيمة مع هاي القيمة ماشي. هوني هذا الواحد مع هذا الواحد، ونفس الاعتماد على الإكسايتيشن تيبل نفسه أوكي، حتى أكون منه هاي الجدولين، الجدول الأول هذا الخاص بالفليب فلوب الأول وهذا الخاص بالثاني أوكي. راح أفصلهم أكيد للجي 1 والكي 1 مع كذلك هوني الجي 2 والكي 2 أوكي. فأول قيمة هذولي أوكي هي راح تخص لي الإيش J2، وثاني قيمة هي تخص لي K2 كذلك هون نفس الحالة. أول قيم هاي تخص لي الإيش J1، وثاني قيم بالأرقام الثنائية راح تخص لي K1 أوكي.
كذا يكون هي بنفس الحالة، هاي تخص ال إيش ال J1. أوكي، فرح أكون منها هذا التابلين، راح أستخرج معادلات ال إيش ال J وال K. أوكي، فهوني راح تكوني هاي مجموعة ثنائية، راح تكون معادلتها عبارة عن Q2 X bar. أوكي، هاي Q2 X bar بالإضافة إلى هاي المجموعة الثنائية. أوكي، طبعا هوني ناقصة. أوكي، هاي المجموعة الثنائية اللي هي راح تكون عبارة عن Q2 bar. اوكي، Q2 بار وايش X، ماشي. اما ال K1 راح تكون عبارة عن X فقط، لان هون X قيمتها تساوي 1. اوكي، ال J2 راح تكون عبارة عن مجموعتين، المجموعة الاولى هاي كذلك X. اوكي، وهاي المجموعة الثانية راح تكون بها Q1 هي ما متغيرة. اوكي، فهاي المجموعة الرباعية كونت لي هاي المعادلة. وبالنسبة لل K2 كذلك هون راح تكون X بار. اوكي، باعتبار هون X قيمتها 0، وكذلك هون المعادلة ايش راح تكون؟ Q1. اوكي، فهاي Q1 بس هاي ناقصة Q2 بار في ال X. اوكي، من بعدها انا صممنا ال JK1 و JK2 وصممنا ال Z بس مجرد نرسم التصميم. اوكي، هذا راح يكون التصميم النهائي، لكن فقط ناقصه شغلة انه هاي عبارة عن بوابة اور. اوكي، ال J1 هون تكون بوابة اور جاية ال AND من هوني، وكذلك عبارة عن إشارة AND أخرى اللي هي راح تكون Q2 بار Q2 بار. أوكي، في X راح تدخلنا على هذا المكان. أوكي، باقي التصميم كامل. أوكي، معادلة Z. أوكي، نشوف إنه نلاحظ جاية من X. أوكي، ال External Input مساهم طرف بيها بحساب الإيش ال Z اللي هو ال Output النهائي لهذا السيستم، هو إيش مضروب في Q1 بار. اوكي، فهذا هو التصميم النهائي للسيستم باستخدام 2 فليب فلوب من نوع جي كي فليب فلوب. عندنا السؤال بي يقول ذا فيجر شون اللي هو هذا، درو ذا ستيت دايجرام كذلك وديزاين يوزنج ذا فليب فلوب. اوكي، فبهذا السؤال طعينا لأي ستم تشارت، أنا من خلاله المفروض أفتهم كذلك نفس الحالة الماضية. أوكي، نوعية هذا السيستم، الانبوت اللي بيه، الاوتبوت اللي راح يكون بيه. أوكي، كذلك عدد الستيت اللي عندي. فأنا أعرف بالأي ستم تشارت كل مربع يدل لي على ستيت معينة، فأنا عندي ستيت A وستيت B وستيت C وستيت D، فمعناته كذلك عندي 4 ستيت. أوكي، أكيد عندي 2 من الفليب فلوب. أوكي، هاي اول معلومة استنتجتوها من هذا الـ ASM chart. كذلك شغلة اخرى انه انا اعرف لما يكون الـ output اوكي يكتب داخل المربعات الخاصة بالـ state بالـ ASM chart، معناته هذا السيستم من نوع الـ more type system. اوكي، لانه يعتمد فقط على ناتج الـ output من الـ flip flop وما يتأثر بالـ input اوكي اللي عندنا اللي هو الـ external input. الاحظ انه اعرف انا الـ external input هو يكون الشرط اللي ينتقل لي بين او اللي يحدد الانتقالات بين الستيتس المختلفة. اوكي، فانا الاحظ شغلة انه عندي هوني الشرط وهوني كذلك الشرط، احرف مختلفة معناتها تدل لي على variable مختلف، معناتها انا عندي بس الاحظ انه بس x y، معناتها انا عندي two external input. اوكي، اللي هما ال x وال y، ماشي، والشرط الانتقال هما يحددونه من بين الايش الستيتس المختلفة. 4 states 2 flip flop system من نوع more type system. اوكي، وايش الاحظ شغلة الاخ انه عندي Z1 وZ2. اوكي، ماكو غيرهم، معناته عندي كذلك 2 output. اوكي، ف 2 input و 2 output. فرح نبلش نرسم التيبل اللي يمثل لي هذا السيستم اوكي وانتقالاته، ومن خلاله حتى اجد معادلات ال Q اوكي اللي هي تمثل لي الاوتبوت لهذا الفليب فلوب. وطبعا انه راح نصمم باستخدام الدي فليب فلوب. فاحنا قلنا اول شيء راح يكون عندي ستيت A او 4 ستيتات، فراح ارسم الجدول يكون عبارة عن 4 ستيت. اوكي، A B C D وال Q1 وال Q2 هم متحكمين اكيد بهذا الستيت. اوكي، وعندنا الانبوت هو 2 انبوت 2 اكسترنال انبوت، راح يكون عندي 4 حالات للانتقال بين الستيت والاخرى. اوكي، ف 0 0 0 1 1 1 1 0. اوكي، فانا عندي من هذا الاي سم تشارت لما اجي اقرانه راح اقول انا بالستيت A، طبعا الاوتبوت لما ينكتب داخل الستيت معناته الاوتبوت هون يساوي 1، فانا مع انه قلنا عندي 2 اوتبوت. اوكي، فالاوتبوت اللي هو Z1 اوكي راح داخل الستيت A راح يكون قيمته 1. اوكي، هذا Z1 راح تكون قيمته 1 عند ستيت A، ولاحظ عند ستيت C كذلك. اما Z2 راح يكون فقط يساوي 1 عند ستيت B فقط. اوكي، فراح يكون عندي الاوتبوت بهذا الشكل.
الزيت 1 عند state A وعند state C، معناته باقي الحالات يكون صفر، وزيت 2 راح يكون فقط عند state B وباقي الحالات يكون صفر. راح اشوف كذلك انه الانتقال بين من ال state A اوكي الى ال state الاخرى يعتمد على الشرط على y، اوكي بما انه قصد y يعني A متى تكون y يساوي الواحد بغض النظر عن قيمة x، اذا y صح يساوي واحد راح ينتقل الى ال state C والا راح ينتقل الى state B. فاجي هوني انا ب state A اوكي، وقت انه y تساوي لي الواحد اوكي اللي هي هاي y تساوي الواحد اللي هي ثاني بت، راح يكون بس ينتقل الى state C والا راح ينتقل الى state B اوكي. كذلك عندي هوني انا وصلت ل state B اوكي، حسب شرط تتبع منه هالمرة تتبع على x، اذا ال x تساوي واحد راح ينتقل الى D واذا ساوت الصفر راح يرجعني على ال A، فانا ب state B اوكي. اذا ال x تساوي لي الواحد هذا البت الاول راح ينتقل الى D والا معناته تساوي صفر راح يرجع الى ال state A اوكي. هسا انا ب state C اوكي، الحالة الثالثة راح ينتقل هم يعتمد بالشرط على x، راح ينتقل الى d اذا كانت ال x تساوي واحد والا راح يرجع الى a اذا كان ال x يساوي صفر. فهوني انا ب state C اوكي ال x تساوي لي صفر راح يروح على a، ال state ال x تساوي لي واحد راح يروح على state d اوكي. الحالة الاخيرة اللي هي state d راح الاحظ انه ماكو شرط دايما يروح الى ال c اوكي، فمعناته انه دي بغض النظر عن قيمة اكس واي راح ينتقل دائما الى ستيت سي اوكي. هسا راح نجد معادلة الايش الزيت 1 والزيت 2 اوكي، فراح يكون عندي الزيت 1 هذا المجموعة احادية راح تكون، وهذا مجموعة وحده كذلك، والزيت 2 هذا مجموعة وحده راح يكون. فهاي المجموعة الاولى راح تكون عبارة عن ايش، الاي عبارة عن صفر صفر اوكي، ف كيو 1 بار كيو 2 بار اوكي، ما معتمد على الاكسترنال انبوت الاكس والواي، فراح نلاحظ انه مستحيل يطلعوا لي بايش بالمعادله الخاصه بالاوتبوت اللي هي زيت 1 وزيت 2. كذلك هذا عندي المجموعه الاحاديه الاخرى اللي هي راح تكون تقابل لي السي اللي هي 1 1، راح تكون كيو 1 كيو 2 بدون بار اوكي. اما الزيت 2 هذا راح تقابل لي هذا المكان اللي تكافئ لي كيو 1 بار كيو 2 اوكي. هاي ال states اوكي راح اكافئها هسه بما يقابلها بالباينري اللي هي صفر 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 واحد 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 صفر، كذلك ال state الموجودة داخل هذا الايش ال map اللي عندي اوكي. فانا اعرف انه انا اصمم باستخدام ال D flip flop، فهاي معادلة Q1 وال Q2 اوكي. فانا قبل ما استخدمه اوكي لازم اتأكد اذا كان عندي الايش اي نوع من ال flip flop اللي راح استخدمه بالتصميم، اذا D flip flop لا رسم مساواة ورأسا اطلع ايش المعادلات الخاصة بالدي فليب فلوب، لكن إذا دي فليب فلوب أعرف إنه هذا الجدول راح يصير عليه تغيير وقيم الكيو 1 وكيو 2 راح تختلف، أوكي؟ اللي راح أحصل منه قيمة الدي فليب فلوب أو الجي كي راح أستخدم الإكسايتيشن تيبل، كذلك الإس آر فليب فلوب هم إذا أحتاجه، أوكي؟ أو يكون التصميم مطلوب مني أستخدم التصميم إنه يكون بالإس آر فليب فلوب أو الجي كي فليب فلوب، لازم هم هذا الجدول يتغير عليه حتى أطلع القيم الجديدة ومنه اطلع المعادلات. لكن بما انه هو طلب مننا الدي فليب فلوب فاعرف انه الايش المعادله الخاصه بالدي فليب فلوب اللي هي الكاركترستيك ايكويشن تساوي الدي تساوي الايش الكيو، ففورا هاي معناته الكيو 1 هي دي 1 والكيو 2 هي الدي 2، افصل اكيد القيم الاولى بجدول والقيم الثانيه عفوا بجدول اخر اوكي، ومنها اطلع المعادله الخاصه بالدي 1 والدي 2. الاحظ انه الدي 1 هاي مجموعه اوكي اللي راح تكافئ لي منه، راح تكافئ لي Q1 Q2 بار، هاي Q1 Q2 بار، هاي المجموعة الرباعية راح تكافئ لي ايش ال Q2 هاي ما متغيرة قيمته، Q2 في ال ايش هوني المعادلة ما متغيرة قيمته، ارجع على ال هاي تيبل اوكي، راح يكون هاي المجموعة اللي هي ال X ما متغيرة قيمته فهذي اوكي، وهاي المجموعة الرباعية اللي هي هاي مع هذي راح تكون لي ايش تكافئ لي ال Q2 بار في الواي باعتبار هي اللي ما تتغير قيمتها هوني الواي اوكي. بالنسبة لهاي المجموعة راح تكافئ لي مجموعة من ثمانية اوكي من ثمانية وحدات اوكي، راح تكون هي معادلة ال Q2 بار اوكي، باعتبار هوني ال Q2 هي الوحيدة ما متغيرة قيمتها لكن بار باعتبار تساوي الصفر. هكذا اكون طلعت معادلات D1 وG2 وZ1 وZ2، بس مجرد ارسم التصميم باستخدام 2 فليب فلوب، هذا الاول وهذا الثاني، لا انسى اشارة الكلوك اوكي، باعتبار هذولي ايش سينكرونس سيستم اوكي، فاكيد اشارة الكلوك موجودة. الزيت 1 والزيت 2 اوجد معادلاتهم، وكذلك انا يعني كنت وجدتهم بس مجرد ارسمهم، ومعادلة الدي 1 والدي 2 مجرد اعمل ربط بيناتهم، لا انسى اذا كان انا مثلا داخل
يعني قطعة من هذا الواير أو توصيلة، أعمل هاي مثل النقطة أو شوية أعمق المكان حتى يبين إنه عاد أخذ توصيلة من هذا الجزء. وإذا أنا ما عدت يعني عاد أمر خلال هذا الواير ما عاد أخذ توصيلة منه، يعني عاد أعبه فوقاته باعتبار واير آخر. فلا تنسون هاي الحركات كلش مهمة، إنه مثلا هاي إشارة الكلوك ما عاد تمر خلال هذا الواير وإنما عاد تعبه من فوقاته باعتبار كل واحد واير منفصل، أما من هون عاد تاخذ إشارة أوكي فأعملها بشكل عميق أكثر. ولاحظ انه هذا السيستم اللي هو من نوع المور تايب سيستم، اشارات الاوتبوت اوكي ما تدخل بيها اي من اشارات الاكسترنال انبوت اللي هم هذول الاكسترنال انبوت اوكي. ممكن طبعا هاي السيستم انه ارسمه اكتب Q1 Q2 او مجرد انه اخذ توصيله من هوني واحطه على Q1 بس، لكن حتى ما يتعقد الرسم عندي اكثر ممكن اكتبه بهذا الشكل هم صحيح اوكي. لكن اهم شيء انه الاحظ بالفعل اشارات الانبوت الاكسترنال انبوت ما شاركت بعمل اوكي ولا ساهمت بانتاج الاوتبوت اللي هي الزد اوكي، اشارات الاوتبوت اللي هي الزد Z1 وZ2.